السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الثالث الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا لهذا اليوم هو تمثيل البيانات بالأعمدة. بالبداية خلنا نعرف شو معنى تمثيل البيانات بالأعمدة. تمثيل البيانات بالأعمدة يعني أنت عندك راح تمثل بيانات معينة، مثلا يعني يعطيك في جدول معين الطيور في حديقة السعد. هاي الطيور في حديقة السعد عنده من الحمام 4 ومن العصافير 6 ومن البط 2. من أريد أمثل، شوفوا إذا ما حدد لي الأعمدة أنا أستخدم الطريقة العمودية. يعني شنو طريقة عمودية؟ يعني العمود يصير بهذه الصورة، أفقية يصير مثل السطور مالت الدفتر. زين، مش عندي الشغلة الثانية انه دائما بالشغله العموديه انه الكلمات مثلا الحمام والعصفور والباط تصير اسفل الخط، بينما والارقام تصير على ايدك اليسرى، يعني الاعلى تمشي هيك تصعد للاعلى. زين، الشيء الاخر نرسم ثلاثه مستطيلات. يعني شلون؟ مثلا هو ايش قايل؟ ايش قال عنده من الحمام؟ عنده من الحمام 4. عنده من الحمام نرسم 4، نرسم 4. ايش قد عنده من العصافير؟ 6، نرسم 6. زين، ومن البط نرسم 2، الا وين 2؟ يعني انا ايش عندي؟ انا وين وصلت؟ وصلت الى 7، 6 و4 بهذه الصيغه. او ترسم مربعات بدون هذه الصيغه، ترسم فقط هكذا شيء مربع يعني عادي ترسمه. زين، نجي اذا كانت الاعمده افقيه بنفس الطريقه نرسم الارقام تصير للاسفل، نرسم هنا الحمام، هنا العصفور، هنا البط، ونلون البط 2، العصفور ايش قد؟ 6، والحمام 4. زين، هذا بالنسبه لهذا السؤال. نجي هنا شوفوا هسه مثلا عندنا، احنا عندنا هذا السؤال. زين، نجي مثلا عندنا مثل البيانات التالية بالأعمدة. اللي عندي هنا طائر، طاووس 6، والحمام 2، والهدهد 7. انت شو تسوي عزيزي التلميذ؟ تكتب، ترسم خط بياني، ترسم انت احنا رسمناه بهذه الصيغة، ترسمه بهذه الصيغة. ايش قد عندك الهدهد؟ الهدهد 7. قد ترسمه وتلون، تسوي مربعات، يعني ترسم قد 10 مربعات وتلون 7، او ترسمه بهذه الطريقة، طريقتين صحيحة. الحمام عدد 2، يا اما امشي على الخط رقم 2 واوصل، او ارسم 7 وارسم الون فقط مربعات 2. الطاووس 6، يا اما ارسم اوصل هنا للسبعة او الثمانية والون 6 مربعات من الطاووس، او اوصل بهكذا طريقة. هذا يسموه الرسم بالاعمدة. بينما بنجي على السؤال الوراء اللي هو ايضا لعبة كرة القدم 6 وكرة السلة 2 و7، ايضا التمثيل بنفس الطريقة، امثله بهذه الصيغة. يعني اما انا قد عندي كرة القدم 6 اوصل مثلا للثمانية او للتسعة او للعشرة، وارسم اقسم الى 6 مربعات والونهن 6 مربعات، او ارسم بهذه الطريقة اذا كانت ما عندي الوان وما لونت. وكرة السلة 2، يا اما ارسم 2 واوصل للخط 2 يعني، او اوصل الى 8 والون 2. وكرة التنس مستطيلات ارسم 8 او 10 والون 7، او ارسم الى الخط 7. يعني موضوع بسيط بس يراد شوية انتباه. بالنسبة للسؤال اللي بعده يقول اذا كان 5 تلاميذ يفضلون الجبن و4 تلاميذ يفضلون القيمر و6 تلاميذ يفضلون المربع، مثل البيانات في الاعمدة الافقية. ايش اسوي انا؟ يعني انا اعمدة افقية، يعني بالعكس اكتب الاسماء هنا الكلمات والارقام اخليها جوا.
صفر واحد. احنا ايش عندنا؟ عندنا مثلا ايضا نفس الطريقه اقدر اوصل لهنا مثلا للثمانيه، اللي يفضلون الجبن هم خمسه، الاول خمسه مربعات او خمس مستطيلات، او اوصل للخمسه وانزل. والقيمر القيمر اربعه، يا اما الون اربع مستطيلات، يا اما اوصل الى الثمانيه والون اربع مستطيلات، او هذا واصل الى الاربعه. او المربع ايضا بنفس الطريقه واصل الى السته، يا اما الون سته او اوصل الى اربع الون ست مربعات او مستطيلات. هذا بالنسبه الى هذا التمرين. نكمل وياكم اعزائي الطلبه بالنسبه للتفسير البيانات. يعني مثلا شوفوا هسه، مثلا احنا فسرنا، مثلا قلنا احنا هاي عندنا المربعات، شوفوا هنا بعد الصيغه ما يمثل انه يلون عدد المربعات، لون بهذه الطريقه سواها. مثلا عندي فيصل اجابات، هاي مثلا اسد ايش قد؟ يعني خمسه عدد، وحصان عددها أربعة، وغزال عددها ثلاثة. زين، مثلا كم يزيد عدد التلاميذ الذين يفضلون الأسد على عدد التلاميذ الذين يفضلون الحصان؟ من يقول لي هيجي أطرح، من يجي يقول لي أطرح، ليش؟ لأن يعني قد عدد التلاميذ يفضلون الأسد خمسة، واللي يفضلون الحصان أربعة، كم يزيد؟ بما أنه يقول لي كم يزيد، فأقول خمسة ناقص أربعة يساوي لنا واحد. أقول خمسة ناقص أربعة يساوي لنا واحد. زين، خلنا ناخذ التمارين ونشوف. شوف عندي هذا الجدول اللي يمثلون الفاكهة، التفاح عشرة، والبرتقال أربعة، والأجاص ثمانية. ما عدد العنب، هذا العنب، ما عدد التلاميذ الذين يفضلون العنب؟ إيش قد عندي عدد التلاميذ يفضلون العنب؟ باعوا. وانا ايش قد عندي؟ عندي اللي يفضلون العنب هم ثمانية، ايش قد عددهم؟ ثمانية، فأكتب ثمانية، ايش قد عدد التلاميذ اللي يفضلون العنب؟ أكتب ثمانية، أكتب ثمانية، كتبت ثمانية. زين، يقول أي الفواكه يفضلها أقل عدد من التلاميذ؟ يا أقل فاكهة عندي اللي هي فاكهة البرتقال اللي يفضلها فقط أربعة، أكتب البرتقال، أكتب البرتقال. أجي هنا يقول كم يزيد عدد التلاميذ الذين يفضلون التفاح على عدد التلاميذ الذين يفضلون البرتقال؟ إيش قد عندي أنا اللي يفضلون التفاح؟ عشرة، واللي يفضلون البرتقال أربعة، فأقول عشرة ناقص أربعة، أقول عشرة ناقص أربعة راح يساوي لنا، طبعا جاي يكتب بال راح يساوي لنا ستة. زين، أقول عشرة ناقص أربعة راح يساوي لنا ستة. زين، نجي على السؤال اللي بعده. هنا يقول ما عدد، ها شوفوا، الطماطة ثمانية، الجزر أربعة، الخيار عشرة. يقول ما عدد صناديق الطماطة؟ تمام، تمام صناديق. كم يزيد عدد صناديق الخيار على عدد صناديق الجزر؟ عدد صناديق الخيار عشرة والجزر أربعة، وأقول عشرة، دائما تستخدمون الطرح، عشرة، أقول عشرة ناقص أربعة راح يساوي لنا، قد راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا ستة، يساوي لنا ستة. يقول ما مجموع صناديق الخيار والطماطة؟ هو قال لي مجموع، يعني أجمع الخيار إيش قد؟ عشرة، والطماطة ثمانية، فأقول عشرة زائد ثمانية راح يساوي لنا 18، راح يساوي لنا 18. زين، هنا أنا إيش عندي؟ يقول ما عدد التلاميذ، أيضا هنا عندي عصير البطيخ ثمانية، وعند عصير الموز ستة، وعصير الفراولة أربعة. يقول ما عدد التلاميذ الذين يفضلون عصير البطيخ؟ كم واحد عندي يفضلون؟ ثمانية، سنتم ثمانية. كم يزيد عدد التلاميذ الذين يفضلون عصير الموز على عدد التلاميذ الذين يفضلون عصير الفراولة؟ قلت من يقول لي يزيد، يعني أطرح، ستة ناقص أربعة، ستة ناقص أربعة
راح يساوي لنا 2، راح يساوي لنا 2. ما العصير الذي يفضله أقل عدد من التلاميذ؟ اللي هو عصير الفراولة، لأن يفضلوا فقط 4. أقول الفراولة، زين، عصير الفراولة. هذا بالنسبة أعزائي الطلبة لهذا التمرين. هذا كل ما موجود في درسنا لهذا اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وإحنا مستمرين وياكم لنشر أكبر عدد ممكن من التمارين، وإن شاء الله نكمل. اكتبوا لي بالتعليقات أي موضوع ما فاهمينه بالرياضيات، فأنا مستعد أشرح لكم إياه وأفهمكم إياه. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.